تعرفون اخوان ان الاعشاب هي مصدر للطاقه بجسم الانسان سؤال اسالكم الحيوان احيانا الحيوانات الغير مفترسه ما تاكل لحم تاكل اعشاب الشوب بها حياه تسمن ما يصير بها شاشه مع العظام ما تكون هزيله الحيوانات اللي تاكل لحم كلها هزيله ما بتشوفوا لكم حيوان ياكل لحم اذا ما هزيل بما فيها الاسد وعرضه للامراض الفتاكه اما الحيوانات الغنم البقر الفيله تشوفها معافاه من كل شيء اذا سر الاعشاب سر عظيم يحتاج من عدنا ان نكون بمستوى العقل والادراك تشوفون انتو الطماطة كثيرة مع الخيار تقتل الاسيد في جسم الانسان عرف شلون هذه الطماطة بها مفعول مرعب بها الاسيد القلوي المرعب يقضي على التليفات في الجسم الانسان يقضي على حصاء المرارة ينشط الدورة الدموية طماطة عندك طماطة انت تاكل زائدا الله وضع لنا الفاكهه موجوده بكثره هائله الحمضيات وسولفنا لكم شو بتسوي ذوب الشحوم دوب دوب تنظف الدم تساعد الكلى على اذابه دوب الحصى, دوب الحصى كل ذن موجودات دل دل محتاجين دل الانسان, الانسان تعرفون انتو اذا ياخذ مقدار فنجان قهوه من الخل او من الحامض اللي هو عصير الحامض الليمون ما يصاب الانسان لا بالسكري ولا بالقلب ولا, ولا بالجلطة ولا, ولا بالشيخوخة ويكون يحافظ على نظارة وجهه بيش مقدار, مقدار فنجان قهوة احنا الان محتاجين هذا ان نحكي على للعالم نعم سنتحدث لقضايا الامام الحجة ولكن محتاجين الى العالم هاي القضايا كلها تساعدك على دينك ليش تساعدك على دينك لان انت اذا كنت صاحي يمكنك من الصلاه الصحيحه يمكنك من الطهاره الصحيحه يمكنك من من العباده الصحيحه من الايمان ما يخليك تكفر اذا كنت انت عليل راح تكفر وتتحدث باشياء غير طبيعيه وتياس من رحمه الله كلها بسببك وبسبب تخمه بطنك والبعده مالتك ما تحتاج ذني حتى انت تظل على هذه المنوال تعرفون هذا الخيار، الخيار اللي يأكلونه العراقيين على الزلاطة يأكلونه كل العالم. هذا بمادة مثل مادة الاسبرين بالنسبة للقلب ما ياخذوها الناس ولا راح يوصلون لها. كثير من الاعشاب الموجودة الان موجودة بتناولنا الطيبنا كثير من الناس يمرض ويقول والله انا ظليت اكل اعشاب واكل اكل خضرة وهاي وما اعرف شلون طبت. لا طيبتك الاعشاب نعم بفضل الله. ولكن طبت بهذه المسألة بالأعشاب ليش هذه تحتاج, تحتاج أنت أن تكون بهذا الوعي وهذا العقل وهذا الاستدراك علي بن أبي طالب عليه السلام كان يأكل ملح, ملح أو شنو, شنو؟ أو خبز, خبز يابس إذا العافية عارس وين عارس العافية عارس مو بالأكل يريد يراوينا ترى العافية والقوة المرعبة مو بالأكل مو تحط لك ذبيحة قدامك وتاكل كل شيء والفقير يتنوع لك لا تتصور كم فقير يمر على المطاعم عند لذة بالأكل وعند عند نشوة وإيديه ما توصل وانت تاكل بشراهة تحتاج إلى بعد تحتاج إلى بعد أخلاقي مرعب انت تعرف كثرة اللحم يميت القلب ويذهب بمن بصحتك ويذهب بشهوتك ويولد الأمراض كلها اللحم منها الركب قلة البصر السمنة الزائدة وقصران العمر الضغط السكري كل هندني تسعة وتسعين بالمية من اللحم الخضرة ما تسوي سكري ما تسوي ضغط ما تسوي عندك تجاعيد بالوجه اللحم الوحيد يسوي تجاعيد بالوجه اذا علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إياكم أن تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات مو ليش يقول القرآن وفاكهة مما تخ... تتخيرون ولحم طير مما تشتهون ما قال القرآن ما قال ولحم غنم أو بقر مما تشتهون قال ولحم طير مما تشتهون الطير شلون الطير من يريد يفطس أقل شيء يفطس بالسنة مرتين لكن يجيب عشرين بيضة يفقسها الغنم تجيب واحد لو اثنين إذا الطير ما تأكل انت شنو انت هذا اللحم قليل بي دسم البروتين مالته عالي عرف شلون ما يسوي عندك حصى ما يسوي عندك نقرس ما يسوي عندك كل ذن ما يسويهن شو يقول الفاكهة بالبداية تاكلها وفاكهة مما تتخيرون يعني انت حر تاكل طماطم تاكل خيار هاي السلطة قبل الاكل ليش قبل الاكل هاي مزيلة الى الدهون هاي تمتص حوامض المعدة الموجودة الساعدة على الهضم لكن إذا أنت تاكل بدون ذني يصير عندك العسر والإمساك ويصير عندك الضغط ويصير عندك البواسير ويصير عندك كل ذني موجودة تعزكم الله نحتاج إلى من؟ نحتاج أن نكون صاحين المؤمن شنو المعافى خير من المؤمن المريض المؤمن الصاحي خير من المؤمن العليل، كل ذني انت محتاجهن محتاج حتى توصل نرجع الى وضعنا احنا وضعنا الصحي اهم من كل شيء وضعك الصحي ووضع ابنك ابنك هذا الزغير شو بتسوي حتى يكون ذكي وذكاء خارق الصبح شنو الاكل اللي تطيل ابنك؟ نطيه هذا الكوب الحليب نخلطه يا جوز وزبيب اسود جوز وزبيب اسود ومقدار ربع 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 مقدار يعني مقدار اقل من ربع ملعقة الشاي اكبر نحطه وياه نخلطه خلط ونسويه مثل الشوربة اليه ونخلي عليه شوية عسل اذا ما عنده سكري نخلي شوية عسل ونخليه نوكل هي هذا اكل يحافظ على أدمة الدماغ ينشط, ينشط الغده النخاميه يخلي عنده بصر يخلي ما يدولغ يخلي ما ينعس بالصف هذا اني محتاج ميت ميت اي طفل من يكبر ويكبر ذني وياه يكون معافى من العلل سالم من البلاء مو ابنك عند اللوزتين اللوزتين منين تجي من قلة المناعة خوش احنا ضفنا اكبر وضفنا جوز منشط للعقل وضفنا شنو زبيب هذا الاسود مع الحليب مع قليل من العسل مو هوايه مع قليل من العسل اعطيناه طاقه مرعبه اعطيناه شنو؟ لان خلايا الانسان عنده مو مكتمله بدا يكتمل اذا تصير شنو نسوي له؟ انتخابرون الشركه نحط بعد ماده وياها واحده واذا يصير الطول اللي تريده انت بجسم الانسان بجسم طفلك تضيف ملعقه من هذه الماده ملعقه شاي على هذه الكبايه لمده ثلاثه ايام يقينا حينما تذهب الى الطبيب تجد شيئا عجيبا تغير في جسم ابنك اذا احنا بالعلمية الهائلة واصلين غير طبيعي علميتنا ان شاء الله وصلت الى مكان ترتقي به ان